السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما. اللهم لك الحمد كله وإليك الشكر كله، وإليك سبحانك وتعالى يرجع الأمر كله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه يا ربنا في كل وقت وحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت بفضلك إذا شئت جعلت الحزن سهلا. أهلا وسهلا بكم أبناءنا وبناتنا طلاب الصف الأول الإعدادي الأزهري، نلتقي بكم على خير دائما ومع مادة الفقه الشافعي. أبنائي وبناتي، تكلمنا في الحلقات الماضية في هذا الفصل الدراسي الثاني عن هيئات الصلاة ومبطلات الصلاة، وذكرنا أنه تبطل الصلاة بأمور كثيرة، وذكرنا منها بعض المواضع وهي 11 موضعا، من حدوث النجاسة وتغير النية وانكشاف العورة والكلام، وكذلك الأكل والشرب والردة وسقوط شيء نجس على ثيابه أو على بدنه يؤدي به إلى خروجه من طهارته. كل هذه الأمور تبطل بها الصلاة، لكن بقي لنا أمور كثيرة أيضا في موضوع الصلوات، وقلنا أن الصلاة هي مفتاحك إلى السماء، وهي كلامك مع رب العالمين سبحانه وتعالى، ووقوفك بين يديه هي محل القرب من الله سبحانه وتعالى. فإذا أردت أن تقف بين يديه، تصف قدميك مستقبلا القبلة، تريد أن تناجي ربك سبحانه وتعالى ليكشف عنك ما بك من ضر. كان النبي عليه الصلاة والسلام لما ينادي بلال بالصلاة، يؤذن للصلاة، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال. لأن الصلاة راحة للنفوس، هي تذهب الهم والغم والحزن. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر، يعني اشتد عليه أمر يريد أن يفكر فيه ويريد أن يعمل عقله ويدبر له، كان يهرع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت الدنيا ضاقت علينا بأمورنا وحياتنا ومشاكل التعليم والدراسة والفهم كذلك في المواد الدراسية، نهرع إلى الله سبحانه وتعالى، نؤدي صلاتنا ونتنفل ونصلي السنن، فنصل إلى محل القرب من ربنا سبحانه وتعالى. فهو من يلهم الفهم، وهو من يعطي العلم، وهو من يعطي القوة، وهو من يعطي المال، وهو من يعطي الدنيا، وهو من يعطي الآخرة. فنسأله سبحانه وتعالى أن يعطينا من فضله العظيم. إنسان عاجز في الصلاة، لا يستطيع أن يقف في الصلاة، أو لا يستطيع أن يسجد، أو لا يستطيع أن يركع، به مرض، به مشكلة، إعاقة في جسده، لا يستطيع بها أن يقف لصلاته، فهذا يسمى العاجز عن القيام، أو العاجز عن الركوع، أو العاجز عن السجود. فهل له في دروس العلم لدينا حل؟ نعم، هيا بنا أبنائي وبناتي نأخذ هذا الحل. حكم العجز عن القيام ونحوه في الصلاة. لو إنسان عاجز عن القيام ونحو القيام، يعني ركوع، سجود، غير ذلك في الصلاة، ماذا يفعل هذا الإنسان؟ من عجز عن القيام في الفريضة لمشقة تلحق به، إنسان عاجز إن هو يقوم في الصلاة، وخاصة لو كانت صلاة فريضة، لكن لو صلاة نافلة ممكن يصليها جالس، ما فيش مشكلة، لو كان إنسان مش قادر يقف يصلي في النافلة، لكن إحنا عندنا مشكلة القيام في الفرض، فرض من أركان الصلاة وركن من أركان الصلاة، خاصة في الفرائض. لكن لو أنا مثلا متكاسل مش قادر أقف أصلي قيام الليل، ينفع صلي أنا وقاعد؟ صلي أنت وقاعد، ما فيش مشكلة. أنا مثلا في سفر وراكب الأتوبيس، راكب القطر، راكب حاجة، وعايز أصلي ركعتين، لازم أقوم في الأتوبيس وأصلي؟ أقول لك صلي أنت وجالس، ما فيش مشكلة. طب يا أستاذ القبلة ومش القبلة والتوجه؟ أقول لك صلي على أي جهة، أينما تولوا فثم وجه الله، لأن دي إيه؟ دي نافلة، دي نافلة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام من فعل أنه كان يصلي النوافل على راحلته، يعني هو ركب مثلا الراحلة بتاعته جمل أو حصان، فكان يصلي عليه النوافل بتاعته. طبعا هتقول الجمل ممكن يمشي من شوية، ممكن يلف مع الطريق، فالقبلة ممكن تتغير، ما فيش مشكلة، دي صلاة نافلة. لكن عند الفريضة لا، لازم تستقبل القبلة وتشوف القبلة فين، ولازم تقوم في الفرض. فاحنا عندنا واحد عاجز عن القيام في الفرض،
لو عاجز عن النافلة يصلي وهو قاعد، ما فيش مشكلة يعني، لا حرج عليه. لكن مشكلتنا مع واحد عاجز عن القيام في الفريضة ومش قادر يقف يصلي، نقول له لو كانت فيك مشقة تلحقك من القيام، أو المرض بتاعك هيزيد أو هيؤدي إلى أن يذهب خشوعك بسبب الألم الشديد في جسمك، صلي أنت وقاعد على أي طريقة تراها. هترتاح انت وقاعد، ترتاح انت ومضطجع، ترتاح انت وممدد على السرير، شوف الطريقة اللي تريحك ازاي وصلي فلا تسقط عنك الصلاة. وعلشان كده حطينا المسألة دي معانا في باب الصلاة. نشوف كده التوضيح. بيقول: ومن عجز عن القيام في الفريضة لمشقة تلحقه بحيث تذهب خشوعه، يعني المشقة هتذهب خشوعه أو كمال خشوعه، صلى جالسا على أي صورة شاء. طيب، ومن عجز عن الجلوس، مش قادر كمان يقعد، المرض فيه اعظم من انه يعرف يقعد كمان، صلى مضطجعا، يصلي هو مضطجع، ينام على جنبه ويعدل وشه القبلة وصدره القبلة ويصلي. عجز عن الاضطجاع، مش قادر كمان يضطجع، صلى مستلقيا على ظهره. يبقى احنا هنبدأ الاول بايه؟ هنبدأ الاول بالاضطجاع، يعني ينام على جنبه اليمين، عارف ينام على جنبه اليمين، ويبقى صدره اتجاه القبلة مش رجليه اتجاه القبلة، طالما نايم على جنبه اليمين. زي كده اما ناخد ان شاء الله باب الجنازات، ازاي بنيم الميت في القبر بتاعه، بنعدل وجهه اتجاه القبلة وصدره اتجاه القبلة، لانه احنا نايمينه على جنبه اليمين. فان عجز عن الاضطجاع على ظهره صلى مستلقيا على ظهره، يعني نام على ظهره ويمد رجليه اتجاه القبلة كأنه يعني نايم على ظهره. طبعا احنا كناس مجالسين لهذا المريض بنرفع ليه السرير من ورا بحيث يبقى صدره كده متجه للقبلة، نرفع له السرير من ورا، نحط حاجة ورا ظهره بحيث يبقى نايم مستلقي على ظهره وصدره وجهته اتجاه القبلة. فإن عجز عن ذلك كله، مش قادر كمان يجلس الجلسة دي، أو مأى برأسه، أو مأى برأسه مع جعل سجوده أخفض منين؟ من ركوع، يعني يتحرك براسه كأنه بيصلي، يكبر براسه ويسجد براسه ويحرك راسه كأنه بيصلي. شوف الصلاة مش هتسقط عنك، حتى لو كنت عاجز عن القيام صلي قاعد، عاجز عن القعود صلي مضطجع، عاجز عن الاضطجاع صلي مستلقي على ظهرك. طبعا يعني واحد ما ترك لناش لأي مبرر. طيب مش قادر كمان يضجع ولا يستلقي على ظهره ومش قادر يعمل اي حاجه، هو ساكن ساكن يعني جسمه ما بيتحركش خالص، يعرف يوم براسه يعني يكبر كده، يحرك راسه تحركه ولو بسيطه، يكبر بالطريقه دي، يعني يعمل كده مثلا تكبير، كده ركوع، كده سجود، يبقى كل حاجه اخفض من الثانيه. قيام اهو، ركوع، سجود، ما يقدرش يعمل دي كمان، خلاص يومئ يتحرك بشفتيه ويتحرك بعينيه، مش قادر كمان يحرك شفتيه، يحرك عينيه كأنه بيصلي بالعين. كله يعني مش قادر يتخيل حتى الصلاة، فلا يترك الصلاة حتى يلقى الله عز وجل، فلا تسقط عنه الصلاة. إذا كانت الصلاة مفروضة عليك حتى لو أنت بتلاقي العدو، عندنا صلاة الخوف، لو أنت في أثناء الحرب والأعداء هجمين علينا والصلاة وجبت، تصلي وانت متجه اتجاه العدو، يعني انت حارس على مكان الحراسه بتاعتك والتبه بتاعتك، صلي بالطريقه اللي انت واقف عليها، اومئ، اسجد، اركع بالطريقه اللي انت عليها، انت عاجز. اذا ما استطعتش ان انتوا تكونوا جماعه صغيره تصلي ركعتين وبعدين يجي تاني مجموعه تانيه في صلاه الخوف، ان شاء الله بنشرحها مع بعض باذن الله. يبقى احنا كده وضحنا العاجز عن القيام والركوع والعاجز عن السجود والعاجز عن حتى عن الاضطجاع، يصلي مستلقيا أو يومئ برأسه إن استطاع. طيب نشوف كمان توضيح تاني المسألة دي. طيب، فإن عجز عن ذلك كله أو مأ بأجفان، يعني صلى بعينيه برموش عينيه، ونوى بقلبه، ويجب عليه استقبال القبلة بوجهه بوضع شيء تحت رأسه، فإن عجز عن الإيماء برأسه، يعني مش عارف حتى يتحرك براسه، أجرى أركان الصلاة على قلبه، أجرى أركان الصلاة على قلبه ولا يتركها ما دام عقله ثابت. يبقى طول ما عقله فيه، واحد زي كده ممكن جسمه ما يتحركش خالص بس عقله هو اللي شغال، بس بيفكر وبكده في دماغه بس، يصلي بيتخيل أركان الصلاة وطريقة الصلاة والركوع بعقله، ولا يترك الصلاة إذا ما عقله موجود فيه.
طيب ننتقل لمسألة تانية، مسألة سجود السهو. لو واحد يعني سهي في صلاته ومش قادر مثلا يتذكر أو تذكر الحاجة اللي تركها في صلاته، واحد بعد ما صلى الظهر تذكر وأنا صليت كم ركعة؟ ثلاثة ولا اثنين ولا أربعة؟ أنا مش فاكر. طب أنت تقريبا صليت كم ركعة؟ قال لي أنا بصلح صلاة الظهر وأنا تقريبا صليت كده ثلاث ركعات يا أربع ركعات. نقول له طالما أنت شكيت في صلاتك يبقى أنت ابني على الأقل. إيه الأقل؟ اللي هو الثلاثة. يبقى أنت الصلاة الصحيحة اللي أنت متأكد منهم ثلاثة، يبقى فاضل لك ركعة وتسجد للسهو. تسجد للسهو ليه؟ لأن السهو يا أبنائي يجبر النقصان. السجدتين السهو اللي احنا بنسجدهم دول، سجدة ونسبح وبعدين نسجد ونسبح، هاتين السجدتين يجبران هذا الخلل والنقص اللي حدث في الصلاة إن كان في خلل. إذا ما كانش في خلل يبقى أنت خدت بالأحوط وسجدت لسجود السهو. عشان كده عايزين نعرف إيه سجود السهو وإيه أصلا السهو ده، هل هو نسيان ولا تعمد النسيان ولا تعمد ترك شيء من الصلاة. يبقى عايزين نعرف تعريف سجود السهو. السهو لغة هو نسيان الشيء والغفلة عنه. يبقى ده تعريف إيه؟ السهو، نسيان الشيء والغفلة عنه. طيب التعريف الشرعي للسهو هو الخلل الواقع في الصلاة سواء كان عمدا أو سهوا. يبقى هو خلل حدث في الصلاة، تركت سجود، تركت ركوع، تركت قراءة فاتحة، تركت التشهد الأوسط، تركت ركعة، يبقى هو خلل حدث في الصلاة بتاعتك. لازم الصلاة بتاعتك تكون سليمة. يبقى النسيان أو سجود السهو هو يؤدي إلى هذا الخلل فيضبط صلاتك ويضبط صلاتك ويتم صلاتك فينفي هذا الخلل الواقع في الصلاة سواء كان عمدا أو سهوا في صلاتك. طيب حكمة مشروعية سجود السهو، ليه ربنا سبحانه وتعالى شرع لنا سجود السهو؟ ولو انت فكرت في سجود السهو تجد ان النبي عليه الصلاة والسلام حدث ليه سهو. في يوم من الايام النبينا محمد عليه الصلاة والسلام صلى الظهر، او في رواية ذكرت ان هو صلى العصر ركعتين، وبعد ما صلى الركعتين سلم ومشي، راح يمشي من المسجد. قام له واحد من الصحابة اسمه ذو اليدين، راح ورا النبي عليه السلام وسلم عليه، يا رسول الله صليت بنا الظهر ركعتين أو العصر ركعتين، أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قصرت يعني الصلاة بقت ركعتين، خلاص هنصلي ركعتين بعد كده وبقت صلاة مقصورة يعني ركعتين بس، ولا أنت نسيت؟ فالنبي عليه السلام مش مذكر، فقال لا هذا ولا هذا، لا الصلاة قصرت ولا نسيت، أنا صليت كويس، صليت أربع ركعات. فهتقول لي النبي عليه السلام نسي؟ نعم، أنساه الله عز وجل. عشان نتعلم من اللي حدث سجود السهو. تخيل لو النبي عليه السلام في حياته كلها الدعوية لم ينسى يعني في صلاة شيء، كنا هنعرف ازاي سجود السهو؟ كنا هنتعلمه ازاي؟ فتحدث اشياء في عصر النبوة عشان نتعلم منها احنا الجيل اللي بعد عصر النبي عليه الصلاة والسلام، نتعلم طريقة السهو وازاي نجبر الخلل الواقع في الصلاة بسبب ان الله عز وجل انسى نبيه الصلاة جزء من الصلاة عشان نتعلم سجود السهو. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم رجع للصحابة فسأل أبو بكر والصحابة الجالسين، طبعا الصف الأول كبار الصحابة، صحيح ما يقول أخوكم أبو ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله صليت بنا ركعتين. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الموضوع كله مش ذو اليدين بس، مش الصحابي ده بس، فجمع الصحابة كلهم وصلى كمان ركعتين. يبقى كده صلى إيه؟ أربع ركعات وبعدين سجد للسهو عشان يجبر هذا الخلل اللي حدث في الصلاة. هتقول ده الرسول اتكلم بالأربع ركعات، اتكلم وتحرك، نعم، ومشي وكلم الصحابة، نعم. ليه؟ لأن ده حدث خلل في الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم هيجبره بإيه؟ هيجبره بسجود السهو. وممكن أنت برضو يحدث معاك، صليت في المسجد وراح تطلع من المسجد، الله، وانا صليت ازاي؟ طبعا اذا لم يحدث ايه؟ ناقض للوضوء، لكن لو انتقد وضوءك والوقت طال، لا، يبقى تعيد الصلاة من اولها. دي تفصيلات صغيرة كده هنقولها إن شاء الله في باب سجود السهو. تعال نكمل مع بعض حكمة مشروعية سجود السهو. ليه ربنا سبحانه وتعالى شرع سجود السهو؟ شرع سجود السهو جبرا للخلل الذي حصل في الصلاة بترك سنة من السنن. حدثت تركت سنة أو زيادة شيء في الصلاة. والسنة التي تجبر بسجود السهو هي الأبعاد الستة. الأبعاد الستة هقول لك أنا الأبعاد الستة اللي هي أبعاد الصلاة اللي بتجبر بسجود إيه؟ بسجود السهو. نقول كده الأبعاد الستة: التشهد الأول اللي هو بيبقى في الركعة الثانية لو الصلاة رباعية،
والقعود له، لو انت تركت القعود له، لو انت ما قلتش تشهد او قلت تشهد وانت واقف يبقى كده تركت ايه؟ تركت القعود. والقنوت في صلاة الصبح عندنا نحن الشافعية، إن القنوت في صلاة الصبح في الركعة الثانية بعد سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، اللهم اهدنا فيمن هديت، هذا دعاء سنة، لو تركت عليك سجودي سهو. وفي النصف الثاني من رمضان، طبعا احنا برضو عندنا من القنوت ان احنا بنعمل قنوت في النصف الثاني من رمضان بعد ما تيجي ليلة 14، بنبدأ النصف الثاني من شهر رمضان بنقنت في صلاة التراويح وندعو في دعاء الوتر في الركعة الأخيرة من صلاة الوتر، بندعو دعاء القنوت. والقيام له لو انت ما قمتش لهذا الدعاء برضو، ده من ضمن الأبعاد اللي انت لو تركتها عليك سجود سهو. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأول، والصلاة على الآل في التشهد الثاني. احنا لما خدنا طريقة الصلاة قلنا ان انت بتقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. ده اللي احنا الصيغة الابراهيمية اللي بتقولها بعد التشهد. لو انت تركت الصلاة على النبي، يعني قلت اشهد ان لا اله الا الله ولا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وبعدين قمت تجيب الركعة الثالثة، يبقى أنت كده تركت الصلاة على النبي في التشهد الأول. عليك فين بعد الصلاة تسجد للسهو. وفي الكلام برضو في التشهد الأخير، لو أنت تركت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتركت الصلاة على آل النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، ففي الحالة دي بقى عليك سجود سهو، لأن أنت تركت كده بعض من أبعاد الصلاة الستة اللي احنا اتفقنا عليهم، اللي أنت إذا تركت شيء منهم عمدا أو سهوا بتجيب مكانهم سجدتين للسهو. طيب نقول كمان مسألة، وما حكم من تركها عمدا؟ حكم من تركها عمدا بعد التلبس بفرض، إن تركها المصلي عمدا أو سهوا لا يعود إليها. لو أنت بعد ما قلت الركعة الثانية ورفعت من السجدة في الركعة الثانية رحت واقف، نسيت تعمل إيه؟ نسيت تعمل التشهد وتجلس ليه، صليت الظهر أهو ركعة وبعدين صليت الركعة الثانية وركعت سجدت سجدتين، وبدل ما تقعد تقول التشهد اللي احنا بنسميه التشهد الاول رحت قايم سهوا او عمدا، في الحاله دي ما ينفعش بعد ما قمت ترجع تاني. هتقول لي ليه؟ طب ما نرجع اجيب التشهد. نقول لك لا، لان انت كده دخلت في فرض، القيام ده لقراءه الفاتحه اسمه فرض، تلبست بفرض، ما ينفعش ترجع من الفرض دي عشان تجيب سنه، تخلي في الاخر تكمل صلاتك عادي وتيجي في الاخر تعمل ايه؟ تسجد للسهو. يبقى ما ينفعش ترجع منين؟ من الفرض للسنة. المسألة دي اللي احنا هنشوفها مع بعض دلوقتي، بيقول ايه؟ ان تركها المصلي عمدا او سهوا لا يعود اليها بعد التلبس بالفرض، يعني وقفت للقيام فما ينفعش ترجع تاني تجيب التشهد اللي انت تركته، لان ده تشهد ايه؟ سنة. اما اذا كان التشهد الاخير لا ترجع وتجيب التشهد الاخير لانه هو فرض. فمن ترك التشهد الاول مثلا فتذكره بعد اعتداله، يعني بعد ما وقف مستوي ما كانش لسه قايم، لكن ممكن تكون لسه رايح تقوم فالناس نبهوك قال لك سبحان الله رحت راجع تاني، دي كده ما فيش مشكلة. لكن لو انت وقفت واعتدلت مستويا لا يعود إليه، فإن عاد إليه عامدا عالما بالتحريم بطلت إيه؟ بطلت صلاته، أو ناسيا أنه في صلاة أصلا، أو جاهلا محدش علمه محدش قال له الحكم ده، فلا تبطل صلاته ويلزمه القيام عند تذكره أو علمه بحرمة إيه؟ بحرمة العود. لو واحد مش عارف، واحد ناسي، واحد جاهل محدش علمه، وبعد ما وقف راح الناس قالوا سبحان الله راح رجع تاني قعد وتشهد، خلاص لو انت رجعت كمل وبعدين قيم لصلاتك واسجد في الاخر سجدة ايه؟ سجدة السهو. لكن خد بالك، لان انت لو تعمدت وانت عارف الحكم وبعد ما وقفت ورجعت تاني تتشهد وتقول التشهد الاول بطلت صلاتك، لان كده عملت خلل في الصلاة لا يجبر. رجعت من الفرض والقيام في الفرض، القيام في الفرض ده ركن وقراءة الفاتحة فيه كمان ركن، فانت هتهد ركنين وترجع تجيب سنة.
اللي هي التشهد. فانت كده بانهيار صلاتك بطلت صلاتك، اذا كنت عالم ايه؟ عالم بهذا الامر. اما اذا كنت جاهل ناسي ساهي ده امر تاني، فالله عز وجل لا يحملنا ما لا نطيق. طيب نشوف كمان مسألة تاني في مسألة العود في سجود السهو. الهيئات في الصلاة وحكم العود إليها لو تركها. لو أنت فاكر معايا مسألة الهيئات في الصلاة اللي إحنا قلناها، اللي إحنا قلنا 15 هيئة، أقولهم لك سريعا إحنا كده وبنشوف. أول حاجة رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام ركن لكن رفع اليدين فيها هيئة. وضع باطن الكف اليمنى على ظاهر اليد اليسرى، دي هيئة. دعاء الافتتاح اللي هي وجهت وجهي إليك، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا من المسلمين، هذا يسمى دعاء افتتاح، هذا يسمى هيئة من هيئات الصلاة. الاستعاذة بعد دعاء الافتتاح تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الجهر في موضع الجهر والسر في موضع السر، يعني تجهر بالفتحة والسورة في الصلاة الجهرية وتسر في الركعتين الأخريين. التأمين انك تقول آمين بعد قول الإمام ولا الضالين، ده برضو من هيئات الصلاة. قراءة السورة أو شيء من القرآن لإمام أو منفرد، السورة اللي احنا بنقراها بعد الفتحة، هذه أيضا هيئة من هيئات الصلاة في الركعة الأولى والركعة الثانية، أما الثالثة والرابعة ما ينفعش نقرأ فيهم سورة. كذلك التكبيرات عند النزول وعند الركوع وعند الوقوف، الله أكبر وبتركع، الله أكبر وبترفع، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، كل ده يسمى هيئات الصلاة. التسبيح سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، هذا يسمى أيضا هيئات الصلاة. وضع اليدين على الفخذين في التشهد الأخير، انك تحط ايديك على فخذيك وتقول التشهد وترفع اصبعك للتشهد، هذا يسمى هيئة من هيئات الصلاة. الافتراش في جميع الجلسات في الصلاة، الافتراش ان انت بتحط رجلك الشمال وتجلس عليها، هذا يسمى افتراش، وترفع كعب رجلك عشان تكون منتصبة وظهرها إلى الأرض، هذا يسمى افتراش. التسليمة وهي 14، التسليمة الثانية اللي هي بعد ما سلمت التسليمة الأولى الفرد هسلم تسليمة ثانية، وهذا يسمى أبعاض الصلاة. هذه هيئات الصلاة التي إذا تركتها في صلاتك هل تعود لها وتسجد للسهو ولا ما ترجع لهاش تاني؟ عشان كده حطت لك السؤال ده، ما الهيئات في الصلاة؟ قلناها ال14، وما حكم العودة إليها لو تركها المصلي؟ الهيئة كالتسبيحات في الركوع، أنا قلت لك ال14 كلهم كالتسبيحات في الركوع والسجود ونحوه، لا يعود المصلي إليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها، سواء تركها عمدا أو تركها سهوا لعدم ورود ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرناش ولا ورد عنه أنه هو مثلا ما قالش تسبيحة في ركوع أو تسبيحة في سجود تركها وبعدين رجع لها تاني عشان يقولها، فلو تركتها لا شيء عليك طبعا، لكن من الأدب ألا تتعمد تركها. يعني أنتم ما أنت راكع ليه؟ انت ساجد حاطط جبهتك على الارض بتقول ايه؟ بتفكر في ايه؟ ما تسبح الله عز وجل، اقل التسبيح ثلاثا، سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، او في الركوع سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، واستطعت ان تدعو في سجودك ادعو، استطعت ان تزيد في التسبيح زيد، سجد وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفه، سبحوح القدوس رب الملائكه والروح، كل ذلك ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام ان تقوله في موضع سجودك. اما انت ساجد كده حاطط جبهتك في الارض وساكت بتفكر في ايه؟ ده انت واقف بين يدي الله عز وجل، فلا تتعمد ترك التسبيحات. هي هيئات وهي لو تركتها ما بترجع لهاش تاني ولا بتسجد لها للسهو، شيء جميل متفقين عليه شيء طيب، لكن مش معنى كده ان انت تتركها وتتعمد تركها. أما أنت بتصلي إزاي؟ ده الصلاة كلها، الصلاة كلها أبنائي وبناتي هي تسبيح وركوع ودعاء وطلب من الله عز وجل. فأنت لو تعمدت تركها هذا سوء أدب مع وقوفك بين يدي الله عز وجل. ازاي انت واقف بتقرأ الفاتحة وما انت جاي المسجد ليه؟ عشان تقف كده بس تعمل حركات؟ فاكرين الراجل اللي حكت لكم قصته من الصحابة، دخل المسجد فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين قعد يصلي، فالنبي صلى الله عليه وسلم شافه بيركع ويسجد كده ينقر الصلاة زي شفت كده الفرخة ما بتنقر الأكل كده في الأرض، فهو ما لا ينقر كده يصلي يصلي بسرعة يصلي بسرعة، وبعدين بعد ما خلص جه سلم على الرسول، فالرسول قال اذهب فصلي فإنك لم تصلي. إيه اللي أنت عملته له؟ بالبلد يعني، اذهب فصلي فإنك إيه؟ فإنك لم تصلي. فراح الراجل عمل نفس اللي عمله تاني،
ركع بسرعة وسجد بسرعة وبسرعة بسرعة كده، نقر 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 زي ما بتشوف كده بعض الشباب وبعض الناس اللي هو يعني ايه، يعني مش متعود يقف في الخشوع، تلاقي في غمضة عين كده يصلي لك الظهر ال4 ركعات يصليه في دقيقة، والعصر ال4 ركعات، والعشاء اللي فيه جهر وفيه قراءات وفيه الفجر اللي يصلوه في ثواني، عبال ما انت تسلم عليه ولا تلبس حذائك تلاقي خلص الصلاتين. ايه يا عم اللي انت بتعمله ده؟ فالراجل ده ايام الرسول عمل الموضوع ده 3 مرات وجي يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد جه اخر مره، جه بعد ما نقر، فالراجل جه للرسول قال له ارجع فصلي فانك لم تصلي. قال يا رسول لا احسن الا هذا، انا ما بعرفش غير كده، لا احسن الا هذا. فالنبي عليه السلام بدا يعلمه، قال اذا اتيت فاحسن وضوءك ثم توجه الى الله عز وجل وكبر تكبيرك واقرا الفاتحه. وبدا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه ازاي يتعلم الطمانينه وازاي يحسن صلاته. يعني لا، الصلاه دي يا شباب اول شيء سنسال عنه يوم القيامه، إذا صلحت صلح العمل كله، وإذا فسدت فسد العمل كله. فما تجيش يوم القيامة يعني مقطع الثوب ده. من الناس من يأتي يوم القيامة قد يعني مزق ثوب الصلاة وتطوى وتلقى في وجهه، وتقول الصلاة له ضيعك الله كما ضيعتني. إيه الصلاة اللي أنت عملتها؟ نقر وبسرعة واجري ومش عارف أنت بتوضي ولا مش متوضي، بتنقر صلاتك وما بتسبحش وما بتدعيش. هذا طبعا من الأخطاء اللي احنا بنقع فيها في أمور الصلاة. هنختم درسنا بالمسألتين اللي احنا نقولهم مع بعض دلوقتي. مسألة الحكم في الشك في عدد الركعات، لو واحد شك في عدد ركعاته، صلى، أنا قلتها في بداية الحلقة، صلى 3 ولا صلى 4، يبني على اليقين اللي هو متأكد منه، أنت متأكد إن هم 3 لكن مش 4 دي اللي شاكك فيها، فتبني على الأقل وتجيب الركعة الناقصة وتسجد كمان لسجدة السهو. إذا شك المصلي في عدد ما أتى به من الركعات بنى على اليقين وهو الأقل، ده طبعا أنت متأكد منه. طيب حكم سجود السهو أبنائي وبناتي، سجود السهو سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومحله يكون قبل السلام، قبل ما تسلم تسجد للسهو. طيب لو أنت برضو سهيت وسلمت وخرجت من السلام عليكم ورحمة الله، وبعدين تذكرت ان انت كنت ناوي تسجد للسهو او كنت عملت حاجة في صلاتك محتاجة سجود سهو، تسجد للسهو لا حرج عليك في ذلك، لكن المحل الاصلي لسجود السهو يكون قبل السلام. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على امن ان القاكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.